العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العبودية عملكوات ولا صوستاينات كفر. لا فقط العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لا صوستاينات كفر. عبودية عامة عتك على يهونا مملكة الله وخاصة ليهونا مملكة الله وخاصة الخاصة يلي يهونا عملكوات الله. عبودية عامة هذه تشمل كل الخلق مسلم وكافر كل الخلق عبيد لله تازا جنة برو عملاكنة حتى قالي الله بفلق وملك مكنا ومالتنا ومنا كهدي الله مسلمي الله هل الله بعد ذو مسارتي كنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يعني تحت قهري وتصرفي لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى كلهم باتك علي بسماي بمدري أنه لا الله سبحانه وتعالى بفكده مسارات يتكنونه ونجيك يوم يوطى يلم تسمى عبودية قهر هيتي تقدو يا درقات أمركوت وإمتازة جنة بلدك الثاني من العبودية ولتنيا يا أمركوت عبودية خاصة يا ليوساتم يا رب فطواتم يا رب خاصة بمن؟ بأنما أنه يتليوا بالمسلمين بالمسلمين الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام لا الله النال ملاك تنو عليه الصلاة والسلام تعزلون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كل الخلق اسأل بيان يا بارات قال الله سبحانه وتعالى سيطانا بن سليمان ما انت سلطان حي لهم ماله لا من استجاب يعني من اسلم نعم وعباد الرحمن كل الخلق لا نعم دادي الذي هالوت من الذي هالوت تفطروا هلا نو يا الله بارات شنو بارات فطورات هلا ناتو الثالث من العبوديه صوتنا يا عملك وتعينات عبودية خاصة الخاصة يا ليوليوج عملك وتعينات للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لنبيات وتشل رسل وتشي عملك وتعملك لا يشاركهم فيها أحد عندم أجرتهم بذي عملك وتينسوا بالشارع واذكر عبادنا باروتنا ورالين لله إنه كان عبدا إنه سكا كان نبرا عبدا باريان عملاكي نبرا لأنهم قاموا بأكمل عبادة الناس بتعمروا بتعم يتموالبهنا عملكوات ولا الله يكربنا لا يمكن أن يأتي أحد بعبادة كعبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند المسلم تراسوا ينبات وچن عملكوت عينات لعملك فزقوا عينات عجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة يا الله ملاك تنيا تم تود سوال تقل طوال هزاب وتعتل خلي يقف إنه كان قال سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء أوقف حتى تستيقظ قليل نعم الترجمة أنت ترك له هذا الكلام وسبحان الذي أسرى بعبده ترات الجبا ويا جتا بباريا ويا سكدا باريا ونالي تفضل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا مقام التحدي ذكر بالعبودية شهادتنا فيها عبودية للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها إنما أنا عبد هذه العبودية أعلى مقامات الرسالة إني أبعورنا ما تعفت الطار إليك وأنا أتشوف إلى الله سبحانه وتعالى فبعرفت اللي بعورنا الله سبحانه وتعالى نبياتنا عليه الصلاة والسلام إنين كا الله كسرتين كما أرى جبلاي كف بتاربوني ألف اللقم بلوان